تمام العاشرة صباحا هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعين الكرام أينما كنتم تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف صباح اليوم بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بالذكرى 68 لانبعاث الجيش الوطني، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة نوه رئيس الجمهورية بما قدمه الجيش الوطني فداء للوطن، وأن مؤسسة فداء انطلقت في أعمالها لأن تونس لا تنسى شهداء الوطن ولا ذويهم ولن تترك المصابين منهم دون رعاية ومتابعة. كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن على المجموعة الوطنية كاملة أن تساهم في توفير الاعتمادات اللازمة لتطوير قدرات قواتنا المسلحة، فضلا عن الإحاطة بكل العسكريين على اختلاف رتبهم واختصاصاتهم. وزارة الداخلية تفيد في بلاغ لها بأن جميع الوحدات التابعة للأمن الوطني والحرس الوطني نفذت أمس بكامل تراب الجمهورية حملات أمنية في إطار المحافظة على الأمن العام والتصدي لمختلف أنواع الجريمة، ما كانت من إلقاء القبض على 1416 شخصا مفتش عنهم وتحرير 3406 بين محاضر ومخالفات مرورية. 32911 تلميذا يشرعون بداية من اليوم في اجتياز اختبارات شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني التي سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 من جويلية القادم. ندوة صحفية تعقدها تنسيقية إطارات وأعوان الصحة اليوم حول قانون المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية. منظمة يونيسف تؤكد استشهاد أو إصابة 100 طفل يوميا في غزة، مشددة على أن المدنيين وخاصة الأطفال يدفعون ثمنا كبيرا بسبب عدم وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم في الساعات الأولى من صباح اليوم عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة، حيث اشتبكت مع المقاومة في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس. وارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 9360 أسير منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر الماضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 3 جنود في إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان على بلدة المطلة خلال الساعات الماضية، في وقت أعلن فيه حزب الله قصفه عدة مواقع إسرائيلية في الشمال. والقيادة الأمريكية الوسطى تعلن أن الحوثيين استهدفوا سفينة ترانز وورلد نافيغيتير في هجوم يشتبه أنه تم بطائرة مسيرة، وأن السفينة أبلغت بوقوع إصابات طفيفة وأضرار إثر الهجوم لكنها تواصل طريقها. انتهى الموجز، إلى اللقاء. الأخبار متواصلة.